السلام عليكم. دي حالة سي تي ابدومينال وذ اي في كونتراست انتيرو كولونوجرافي، و انا كنت رفعت لكم الدايكون فايلز على الدروب بوكس، واستقبلنا شوية تقارير بعض الزملاء، وبسم الله ما شاء الله، يعني في حاجات رائعة. يعني خلينا نركز، بس دي حالة من الحالات الكومن جدا ان احنا نقابلها في براكتس. 60 سنة، رايت إليك فصة بين. الست دي عاشت 60 سنة من غير ما يجيلها أبنديسايتس، وزي ما احنا شايفين وهنشوف في الفيديو إن هي جالها أبنديسايتس وهي عندها 60 سنة. فالسؤال اللي لازم نجاوب عليه، هل في تيومر أدى إلى حدوث سكندري أبنديسايتس ولا لأ؟ لأن هي هتفرق في قرار الجراح في العملية، هل هو هيخش يعمل سيمبل امتسكتومي ولا هيعمل رايت هيمي كولكتومي. والسيمبل امتسكتومي ممكن يعملها اخصائي جراحه عادي، الرايت هيمي كولكتومي ممكن تحتاج اخصائي جراحه متمرس او استشاري، زائد هتفرق في البوست اوبرتيف بيريود، وهل العيان دي العيان اللي هيخش يطلع على غرفه ولا يطلع على عنايه، وهيقعد كام يوم في المستشفى. ففي تفاصيل لوجيستكس او اداريات تفرق معاك في الريبورت بتاعك، هيفرق جدا. تمام، طب خلينا نشوف الفايندنجز الاول. والله احنا عندنا ان نقطه تانية مهمه برضو في الكيس دي، الا وهي ان انت عملت تتفرج على الاستدي وهي في الاكسيال، بس انت لو شفت في الساجيتال فيو تمام هتلاقي فايندنجز حلو قوي، الا وهو او في الكرونال. شايفين السيكم فين؟ السيكم عالي، مستوى عالي تمام، مش موجود في رايت إليك فوسط، السيكم فوق. بالتالي لو جراح قرر يخش عمليات برضه مهم يبقى عارف ان السيكم مكانه عالي، عشان الانسيجن بتاعه لو هو هيشتغل جراحة عادية او لو هو بيشتغل منظر مش هتفرق معاه قوي يعني، بس لو هيشتغل جراحة عادية هتفرق معاه. تمام، ف دي اول نقطة. النقطة التانية ان الابندكس از ريترو سيكل، موجودة ورا السيكم، ودي برضو بتفرق قوي مع الجراحين لو هيفتحوا عمليات بالطريقة التقليدية. تمام، الحاجة التانية، بعض الزملاء أو بعض النواب يعني الفريش متلخبطين شوية زي ما نطلع الأبندكس، فهنقولها تاني، احنا قلناها قبل كده بس نقولها تاني مش مشكلة. الإليو سيكل جانكشن بيكون فيها فات، فاللي هيطلع من الحتة دي هيكون هو الإليوم، ده الإليوم. والحاجة التانية اللي هتبقى طالعة من السيكم هتكون هي الأبندكس. تمام، فعندنا هنا حاجتين طالعين، اللي ده هتلاقيه related للفات اللي احنا قلنا عليه ده. تمام، التاني هيبقى الأبندكس، زائد ان الأبندكس it is a blind ended، يعني لما نمشي مع الأبندكس دي كده خلاص هنلاقيها بتلف هنا وتكمل هنا. طبعا معاكم دايكون فايلز، فانت ممكن تشوفوها كويس عندكم على الكمبيوترز يعني، بس هي موجودة في ال posterior aspect of the cecum وطلع على الفوق. شوفها تاني في ال sagittal هتبقى باينة أحسن، أهي هي دي الأبندكس طلع على الفوق. تمام، ف كده احنا عرفنا دي أبندكس. طبعا عرفنا إن هي بقى يعني complicated ازاي، إن هي distended في البيس بتاعتها، distended 12 مللي، لكن التب بتاعتها مش ديستندد 5 مللي. وهذا يرجع الى انه يوجد بيرفوريشن في الول، ادي اهو خلينا نعمل زوم احسن، نكبر الصوره شويه. الابندكس اهي البيز ديستندد، في ديفكت في الول، في سمول ابسس هنا اهو، بعد كده الابندكس تب بتاعتها بتكمل، فهو دي هي مش تستند عشان حصل بيرفوريشن. تمام، وفي ابسس اتكون. اوكي، الساين التاني ان في بيرفوريشن، ان في نقطة اير فوساي اهي موجودة في السب هيباتيك ريجن، فالابندكس دي فرقعت طلعت نقطة الاير اللي فيها. ونقطة مهمة برضه، ان عادة البرفوريت الابندكس ما بتعملش ماسيف نيبروبرتينيم، مجرد مينيمال او مايلد نيبروبرتينيم. تمام خلاص، وبيكون معاك الابسس الصغير ده. فانت كده اتعلمت
كذا حاجة في الحالة دي، اللي هي signs of perforation. انت اول حاجة شايف ان في mural defect هنا وفي abscess. abscess مش علامة للبرفوريشن بس، لأن ممكن تبقى مش برفوريتد ومعاها ابسس من سيفير انفلاميشن، لكن عادة بتبقى مع البرفوريشن بيحصل في ابسس يعني، أو الابسس بيحصل أكتر مع البرفوريشن يعني، والنقطة الاير دي تمام. طيب برضه لسه ما جاوبناش على السؤال، هل في تيومر ولا لأ؟ الوول اوف ذا سيكم ما فيهوش أي ميورال سيكنينج خالص، ولكن في حتة في الوول اوف ذا ابندكس نفسها، الحتة دي لو غيرنا الويندو شايف في حتة سيكند، وده مش وارد يحصل في الابندكس، فانت لازم تقوله في الريبورت بتاعك، وان ان ولما الابندكس دي تتشال تروح للمعمل، والدكتور الهيستوباثولوجي او الباثولوجيست يكون عارف ان انت عندك شك ان في تيومر، بحيث انه يركز اكتر في تقييم الابندكس تحت الميكروسكوب. صراحة انا حاولت يعني استنى على الحالة دي يعني اكتر من شهر يعني، عشان احاول اوصل كده الداتا ايه اللي حصل، بس للاسف الحالة فقدت يعني، فقد الكونتاكت معاها، فانا بيت مش عارف ايه النتائج يعني. لكن انت دورك انك تكتب التقرير، التقرير اهو انت هتقول والله ان في هنا مثلا مينيمال نيمو بروتينيه، مينيمال فري انتربريتيف فلو كولكشن، مايل فات ستراندنج تمام، اول اوفر ذا اومنتم يعني، هو ده خلينا نشوفه كده، هو ده فات ستراندنج ده كده معناه ان في بروتينايتس. ونقطه مهمه عشان في احد الزملاء كتب ان دي مالجنانت انفلتريشن، لا الميجنفيتيشن بتبقى فيها نديولز اكتر، ده مجرد فات ستراندنج تمام، او يعني مودريت فات ستراندنج تمام، فده ماشي مع ان في بريتونايتس تمام. الحاجه الثانيه باول لوبس السيكم، اللي احنا قلنا ان هو هاي لوكيشن وقصاد كذا قصاد ال في 3 ده عشان الجراح ياخد باله. appendix retrocecal and location البيز البادي والبيز distended وفي mural defect حجمه 4 مللي ودي related abscess صغير سنتي في سنتي ونص. التب is small in caliber also noted asymmetrical minimal mural thickening noted at the mid body of the appendix measuring 3 مللي for histopathological correlation وحواليها fat stranding، دي حالة acute perforated appendicitis with a small abscess formation. تكتب بقى الأوبينيون بتاعك تحت الكونكلوجن في الآخر، small perforated appendicitis with a small abscess formation تمام. دي الطريقة اللي انت تكتب بيها التقرير بتاعك، انت كده وصلت كل المعلومات ان عندك حالة فيها بروتيناتس في نيمال فيها مينيمال نيم بروتينيوم. عاوز دي تكتب مثلا in the form مثلا the form of single air foci noted at the subthepatic region تمام كده، انت يعني مية مية خلاص والتفاصيل كلها. اتمنى تبقى الحالة دي بالنسبة لكم بقت واضحة، ومعاكم انت يكون فايلز ممكن تراجعوها كويس وتحاولوا تتدربوا عليها اكتر واكتر، وممكن الحالة تتدربوا على الباول تريسينج برضو كتدريب، ان انتوا ازاي تفولو الباول، الباول هنا مليانة فلويد شوية هيبقى سهل شوية تتدربوا عليها. يلا نراكم على خير.